سلمكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر العلماء أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابها ما لم يستحلها، ما هو ضابط الاستحلال؟ هل هو بالقلب أم بالقول أم بتكرار عملهما أم بالقرينة؟ وهل يدخل في ذلك قنوات السحر والشعوذة وقنوات الدعارة والمجون والغناء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، من وصول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر بها ولا يخرج بها من الإسلام، لكن ينقص إيمانه، ينقص بذلك إيمانه ولا يخرج من الإيمان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرونه بالكبيرة، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، يوافقون الخوارج في الآخرة، وهذا ضلال والعياذ بالله. في مقابلهم المرجئة اللي يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، ومرتكب الكبيرة التي دون الشرك يقولون مؤمن كامل الإيمان، هذا غلط. بل يقولون أهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر خلافا للخوارج، لكن ينقص إيمانه خلافا للمرجئة، فهم تبرأوا من طريقة طائفتين، وهذا على مقتضى الكتاب والسنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، إلا إذا استحلها، إذا استحل الربا، استحل الزنا، استحل الخمر، إذا قال هي حلال هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. أما إذا ارتكبها وهو يكرهها ويعلم أنها حرام ويقر أنها حرام، لكن ارتكبها بدافع الشهوة أو تغرير النفس والشيطان مع اعترافه بالخطأ، فهذا لا يكفر، لكن ينقص إيمانه. مسألة عظيمة جدا. نعم.